طبكم هذا الاول اللي هو نسويه بالشارع، نسويه باي مكان، وين لا كونش. هاي السي بي ار راح اسويه بالمستشفى، بالعنايه المركزه، بالطوارئ، فلازم نفهم شو راح نشتغل. افهم ان هاكو شيء اسمه شوكابل ريذم. شنو معنى كلمه شو؟ تعلم. شوكابل الناس القابلين على انه اقدر اعطيهم شوك، اعطيهم صدمه، اعطيهم دي سي شوك حتى نفهم الصدمه شنو. شلون اعرفهم؟ اعرفهم عن طريق الاي سي جي ريدنج. شنو الاي سي جي ريدنج؟ الاي سي جي شنو هو؟ شنو بالانجليزي؟ جراملوجراف. لا الجراف والجرام يختلف. الجراف هي الرسم بورقه، الجرام عن ورق عن الشاشه. من اقول اي سي جي الكتروكارديوجرام شفته بالشاشه، الكتروكارديوجرام شفته بالورقه بالستريب. اوكي؟ وهسه راح ناخذ الهاماتين. انا عندي نوعين من الناس، عندي شوكابل الناس القابلين اصدمهم، وعندي نان اللي ما اقدر اصدمهم. الشوكابل فنتريكولار فيبريليشن ارتجاف البطين، وفنتريكولار تكيكارديا اللي هو تسارع البطين. اما اللي ما اقدر اصدمهم اللي هم البي اي اي بلسلس، يختلف البلس بس عندهم الكتريكال اكتيفيتي. اسيستول حرف الاي ينفي الكلمه، سيستول انقباض، اسيستول اختفى الانقباض. اوكي؟ راح نجي نسولف عليهم وحده وحده. فنتريكولار فيبريليشن هو نوع من انواع الانريجولار هارت ريذم، نسميه احنا الريثمية، عدم انتظام دقات القلب على الوراء انا شلون يطلع عندي حتى افهم يطلع عندي بي كيو ار اس تي. هاي الموجة مال البشر الطبيعيين، بي كيو ار اس تي. اني هذا البي شغل الارتيريال او الارتيريال اللي هو الاذين، بينما هذا شغل من؟ البطين. هذا فترة الاستراحة. هنا شو يصير عندي؟ يختفي الاذين وتختفي الاستراحة. ايش طلعت عندي؟ كيو ار اس بس الكيو ار اس وبشكل الريجولار، ماكو اثنين يتشابهوا. هذا اسميه شنو هو؟ اسميه في اف ارتجاف، ارتجف البطين ما سوى نقطة. فنتريكولار تيكيكارديا هو هم ابنورمال هارت ريثم وهم ارثمية، بس الشيء يختلف مثل اسنان المشط. يجي ريجولار منتظم، بس هم بي حرف الاي حرف البي العفو، البي ما موجود والتي ما موجود. كيو ار اس كلهن. فهذا اسنان المشط شو اسميه؟ فنتريكل البطين صار عندك تكيكارديا، قام يصير سريع بالنبض. ذولا وذاك اقدر اصعقهم، نجي للي ما نقدر نعطيهم. اسستول كارديا شنو هو؟ اللي هو الكارديا شو يكون بيه؟ فلات لاين. هاي الفلات وهذا اللاين، شايفين بالافلام هاي الطوب ويجي يركض عليه بالهذا ويسحب يديس شوط طاب ضرب ورجع النبض. هاي كذي، هاي ما لها وجود. احنا الناس اللي ما نسعقهم جماعه الاسستول. شنو الفكره بيها؟ انه انا الديسي شوك عندي ينظم النبض، ما يسوي نبض. يعني انا النبض موجود مخربط انظمه، بس اسوي نبضه ما اقدر. فهذا اسستول ما بي نبض، ما اسوي نبضه، ما اقدر اساقه. وبعد شو عندي؟ عند البلسلس الكتريكال اكتيفيتي، ماكو نبض بس عنده الكتريكال اكتيفيتي، ممكن فولس، ممكن الكتريكال فولس كذب. وهاي نوع من انواع الفولس الكتريكال اكتيفيتي اللي هي ما تعرف وجهها شنو. هاي وحده، اثنين تطلع لك العشر ثواني، طلعت هاي شكل النبضه وراح 10 ثواني وطلعت شكل النبضه، راح 10 ثواني وطلعت بعد منها. هاي سميتها اكو الكتريكال اكتيفيتي بس ماكو بلس، ما اقدر اساعده. راح نعرف بيه بهذا السلايد كل الكلام. فنتريكل فيبريليشن، البي اشكال ويفات اقول ديفبريليشن بوسيبل اقدر، بينما الفلات لاين مال الاسيستول والبي اي والبلسز الكتريكال اكتيفيتي ايش قلت عليه؟ نوت بوسيبل. هذا يستهدي كيف يقول الكلام. اوكي؟ محاضراتكم كلها هذا السلايد. راح نبدا نفسخ دمي ونجي نحكي عليه. راح نجي ناخذ السي بي ار كواليتي. المحاضرة اللي فاتت اخذنا السي بي ار وعرفنا انه ثلاث شغلات اضمنهن بالسي بي ار. لازم اضمن نزولي ايش قد وسرعتي ايش قد وارتدادي، الدبث والريت والريكويل. انا نار حد اضمن 2 الى 5 سنتيم، 2 انج الى 5 سنتيم. شنو هذا؟ الدبث 100 الى 120. شنو هذا؟ الريت. الله كومبليت تشيست، اسمح للصدر يرجع بشكل كامل. القلب مثل السفنجه حكيناها، بنت ضغطه دز الدم تعطي ريكويل كامل، ارتداد كامل حتى يرجع يجمع الدم مره ثانيه، فسمينا هذا ريكويل. الله تشيست ريكويل. نجي نقول مينيمايز، قلل الانتربشن، قلل التقاطع او التداخل في الشغل. ابو الكوبرج اللي يضغط خليه يشتغل وحده، لا يروح يعطي هواء ويروح يعطي علاج، وبعلاج يشتغل وحده، ابو التنفس يشتغل وحده، اللي يحسب السايكلات وحده. 8 ينزلون على البيشنت، لازم 8 يسوون سي بي ار. فابو الكوبرج وحده يوقف واحد وراه يساعده، ينتظر شو وقت يخلص يفتر وياه. افويد شنو هو؟ اكسسيف فنتليشن، حتى ما يسعدك اوكسجين توكسيسيتي، حتى ما تخسر السي او 2 اللي تحتاجه حتى يتنفس. بعد ممكن خساره السي او 2 ساعتك انكريز انتراكرينيال بريشر، يضرب لك الدماغ، جلطه بالدماغ. ثاني حتى ما يصير عندي اقلل الهواء اللي يعطيه. بعد تشيست كومبريشن افريج قد؟ يعني كم سايكل؟ اي منو سكر؟ 5. انا 2 مينت اجي لكم ان شاء الله، عاد شوفوها. كم سايكل؟ 5 سايكل. هم ايش قد؟ يعني انا كل 5 سايكلات او 2 مينت ابدل دا يسوي لي كومبرس، دا يضغط لان يتعب. بعد if no advanced airway، اذا انت ما شاد تيوب حط 30 ل2، بس اذا شاد تيوب راح يصير حكي يختلف. هسه شوفوا القلم، انا لازم ااكد الشغل مالتي بيمن بالكابنوغرافي. شنو الكابنوغرافي؟ يقرا لي سي او 2. متفقين؟ انا بسال سؤال هسه، انتم ان شاء الله خرجتوا عينتوا وصلتوا سينيارين قديمين بالتحضير وجاكم تعيين جديد وقال لك السينيور مالتك قديمه، قلت الجونيور مالتك على الورق. سينيور قديمك قال لك يابا فوت وياه، لانه هذا الشخص فوت وياه، يعني هذا الشخص ممكن يخلي التيوب غلط ما يعرف، ساعده. فانت كشخص قديم اجيت وقفت يمه، لازم التيوب بيدك، هو سوى باللارينجوسكوب هيجي، قلت له هاك تيوب، خلي التيوب معك شكله. سحبت اللارينجوسكوب قال لك انا يعني ما شفت شيء، مو صحيح؟ انتم ما شفتوا شيء، شلون اتاكد التيوب انه؟ عندنا 5 تشيست موفمنت، حركه الصدر رقم 1. اسكولتيشن 2. انت هسه بدك تشتي كرياتيفيتي وايد، لا مو هاي. شنو هو؟ ريزلت؟ لا ريزلت ما اعرفه، مو الا منه. بعد كابنوغراف، وهذا ابوهن وامهن. الكابنوغراف السي او 2 من يطلع لك شغلك صحيح. ممكن كل انه سي او 2 ماكو، يعني المريض ميت، لان ماكو انترنال بريثنج، يعني ماكو هواء عبر لي جوا وسي او 2 طلع. وبعد عندك 2 شنو هن؟ تشيست اكس راي، عاشت ايدك. وبعد والساتوريشن. اعيد الخمسه المهمات، اني اشوف التشيست موفمنت، اسمع بالاسكلتيشن، بعد اشوف الساتوريشن، الكابنوغراف، وبعد والتشيست اكس راي. لان الخمسه اكد بين ديوب مال البابور يطلع، الدخان البخار يطلع، هذا سولف الانثى الدوب. مال سالفه انه اني اشوفه بموضوع انه اسمع الطقات مال تركيا ممكن تفايت من دواء الاوزوفيجس. فهاي مو تاكيد، التاكيد من الاساسيات من ضمن الكابنوغراف. فلهذا شوف هاي الجمله ايش قد مهمه. شو تقول لك وياي؟ يقول لك الان تايتل CO2 اذا كان قليل او بلش ينزل، روح عيد تقييم السي بي ار ما تنزل. يعني بلش يصير غلط. اذا CO2 نزل وانت تشتغل يعني شغلك غلط. يعني يا اما صاحبك بدا يضغط صحيح، يا اما سريع، يا اما ما دا يسوي ريكويل، يا اما دا تعطي انت هواء هواي، يا اما دا يصير في تقاطع بالعمل. ضمن الخمسه. فانا ايش لازم اسوي؟ اسوي اعاده تقييم العمل. اذا نزل عد السي او 2 فابوه الام من السي او 2. اوكي؟ نعبر هذا السلايد. شوك انرجي، الطاقه اللي راح اعطيها بالدي سي شوك. الدي سي شوك يبلش من 120 ل 200، بس هذا من هو؟ الباي فيسك ثنائي الطور، بينما المونو فيسك الاحادي هذا اعلى من الوطنيه بشويه، بشويه شكله نص. الوطنيه 220 انت تعطي 360. هذا من الساعه اول شيء تشتري ريحه الشوي، هاي وحده توصل لك برا، والطبعات مال الباد، طبعات مالته مال الحرق، مكان الحرق، ولهذا مرات السلمى هواي محترقه هالمنطقه. وبعد تشمره من مالته المكان، ممكن ينقلب عليك اذا انت ايده يمك وضربت شوك ثاني ممكن يأذيك. فاني ابلش بهذا من اوسط ابعد شيء اللي هو 220 اللي هي الوطنيه. اخلص اقول لهم هذا الجهاز شيلوه، جيبوا الباي فيسك، احنا الطريقه العتبه. شيل الباي فيسك، جيبوا المونو فيسك. عشان هذا بي سلكت، اقدر اختار الانرجي اللي اعطيها، ذاك ماكو. واحد، اثنين، ثلاثة. ماكو بعد، قبل ايش خلي يضرب؟ فهمنا شباب؟ بدي نسولف على اليمن، على الدروك ثيرابي، على العلاجات اللي اعطيها. من هو؟ ابنفرين، اللي هو من هو؟ الادرينالين. هذا الادرينالين اللي هو من هرمونات جسمك. الاميودارون اللي هو الكوردارون، هذا جابه هنا، هذا جابه هنا. من يقرا تخدير؟ واحد قرا تخدير قال فارما، يعني واحد ولا مثل هي لازمه. لا لوكاين جابه هنا. هذا مو مخدر موضعي، هذا مو يعالج الالم، شلون اعطيه القلب؟ خل اشرح لكم شغله صيدلي بالفارما، اخذتوها العام المفروض. انا عندي بالعلاج عندي الافكت مالته. الديوريشن اوف افكت، انا اسولف هسه على الافكت مال الافكتفنس مالته، وعندي السايد افكت، وعندي الادفيرس افكت. الادفيرس اللي اكرهه انا ما احبه ابدا. بس السايد افكت ممكن اريده. شلون؟ انا راح اخذ الديكادرون، ديكساميثازون. ديكادرون ناخذه احنا عادي. راح اشوف شنو الافكت مالته او شنو السايد افكت. راح اجي اباوع للديكادرون، راح اقول الديكادرون هو شغله برونكو دايليتر، يوسع لي القصبات. وراح اباوع عليه القاه انتي هيستامين ريليز، يشتغل ضد الهستامين، الردات المناعيه. واميونو سبرشن، يقلل المناعه. فلهذا من ياخذه؟ ياخذه اللي يزرع كليه، ياخذه هواي ويوميا حتى مناعته ما تهاجم كليته. السايد افكت مالته اعطينا حتى بجماعه كورونا، لما مناعتهم قويه قامت تهاجمهم، بدنا نعطيهم ديكادرون حتى نقلل الاعراض. احنا يسعون صديق الطبيب لانه هو شنو؟ كورتيزون. الكورتيزون دائما الافكتيف مالته وقتي. السايد افكت مالته انتي ايميتك، مضاد تقيؤ. فانا من انطي ذني الثلاثه شو استفادت؟ مضاد تقيؤ. اعطي برونكو دايليتر بدل ما اعطي بلاسين واعطي هيدروكورتيزون ديكادرون. نجي على البروبافول، البروبافول كل شيء بيه حلو وصحيح؟ ما يسوي ابنيه، لطيف، سيديشن حلو. بس في سايد افكت انا احبه، شو اسمه؟ ايفوريا. الايفوريا من اعظم المصطلحات تسمعوها. الايفوريا احساس ما بعد النشوه. يعني انت تحس روحك انه انت سيد اسياد الكوكب. فلهذا من تجيك مريه يعني مشدود وضعها وتعبانه ودا تطلق وحاله طيب حالها وتبكي، انت يعني حتى تهدئها. يابا شنو رايك اوديك تزورين الرضا؟ انت تتشاقى وياي؟ لا لا والله تروحين تزور الرضا؟ يلا وديني. بدال 15 يسوي 18. تطلع لك دخلك يا رضا ما قصرت. دخلك معصومه، تروح تزور وتجي. لانه عايشتها الايفوريا بينما تعيشها اسوء كوابيسها. 100 سيسي كيتامين. اللي تخاف من عنده تشوفه. تخاف من الحريق تحترق. تخاف من الغرق تغرق. تخاف من حماتها تطلع لها. كل شيء تشوف. نفس اللايدوكاين، انا حتى اربط لك. اللايدوكاين السايد افكت مالته انتي ارثماتيك ضد عدم انتظام القلب. بس اذا انت صاحي وتاخذه يتغير قلبك. تموت. يعني شغله هيجي وهيجي. انت صاحي واخذته وقف قلبك. انت واقف قلبك واخذته قلبها شغاله. فهذا اللايدوكاين. يعني تناسب عكسي. تناسب عكسي. هذا السايد افكت مالته انه يشتغل ضد القلب. القلب ساكت يشتغل. القلب يشتغل يسكته. انا عندي اي في مو صحيح؟ وين الاي في هذا؟ الاي او وين؟ اورا. هو بيتي اورا؟ يصير هذا الحكي؟ بساعدنا قالت لي جوا اللسان. هو حطته جوا اللسان وثلاث طبقات ركيز. هو ساكت لا ساكت البيشنت. شنو الاي او؟ تحت الألطن. لكن اس سي سبكيوتينس تحت الجنوب. اي او يلا شباب. هسه الان هي انترا. بالعافيه. والاو انترا والاو. يلا. لا هاي طبعا مناسبه الدايركت انجكشن هاي خطا. اذا سووها يسوي لاسريشن بالقلب، هاي تشوفها بالافلام ما عندنا بالحقيقه، ويسويها غلطان. خاف اكو اطباء يسووها فخطا. الدايركت انجكشن مرجع لنا هسه. الدايركت انجكشن للهارت تمزق عضلته يسوي لاسريشن لان هو قلب ينبض وانت جيت شكيته المره الجايه يفتح. ها انترا اوسيوس للعظم مباشره. فلهذا اجاك سمين حيل وجيت تدور عليه تريد له شريان تشكه ماكو. فشو تسوي؟ اكو كانيولا سرنجه وكانيولا بيها مثل الدرين فيزياويه قبل بثمره لان هو اكبر عظم واكثر عظم يتحمل. بعد الانديكيتر مالتك لما يأشر عندك بالكانيولا مؤشر دم هذا يأشر عندك نخاع عظم. يجي يا تدفع انترا اوسيوس العظم مباشره. الدوز مالتي 1 مللي جرام ايش قد؟ راح يضل يفترض انا وياك. الاميودارون 300 مللي جرام بلص. شنو بلص؟ شوت سريع. ولهذا مرات انا ما عندي سيركيليشن ادفع واسحب 10 سي دور مصناين واضخن حل ورا حتى يوصل للقلب. الدوز الثاني مالتك نصه 150 مللي جرام. اللايدوكاين اول دوز ايش قد كان؟ 1 إلى 1.5 مللي جرام بالكي جي. الدوز الثاني نصه. اذا منطي واحد ايش قد تعطيه؟ واذا منطي واحد ونص ايش قد تعطيه؟ 0.7. اوكي؟ فهمناها؟ نجي نسولف على الادفانس ايرواي. هسه انا شديت له اندوتريكال تيوب ويا شباب او شديت له سوبرا جلوتيك اللي احنا شو نسميها بالتخدير؟ الايجو وحده من عندهم نسميه LMA لارنجيال ماسك او السوبرا جلوتيك ماسك او الايجو هن كلهم تحت هذا البند اللي هو السوبرا جلوتيك. شلون راح اكده؟ بالكابنوجرام او الكابنومتري. شنو الفرق بين الكابنوجرام والكابنومتري؟ يلا يستطيع الكابنوغراف وكابنوغرام وكابنومتري. ثلاثة. طبعا هذا الحكي اجهزة. انا قاعد احكيكم اجهزه يعني تاخذوا بالاجهزه مو يمين عشان حتى تتذكروا. دكتور تقيت كابنوجرام يصير على الشاشه حلو، والكابنوغراف على ورقه، والكابنومتري يصير اكو جهاز ويا لا هي مو تنحط هنا. الاوكسيميتر او الاوكسيمتري يعطيك رقم ما يعطيك رسمه، الكابنومتري يعطيك رقم، فالمتري يعطي رقم والجراف يرسم على ورقه والجرام يطلع لك بالشاشه حتى تتذكرون. خوش حكي. هنا المهم هذا جايكم سؤال يقول لك وينس ادفانس ايرواي، بس حطيت الادفانس ايرواي حشديت له تيوب. خوش حكي. راح يكون التنقص مالتك انا مو قاعد 30 2 يقول لك لا مو فايد المعادله، راح يكون 1 بريث افريج جيت كل نفس الست ثواني، يعني ايش قد بالدقيقه؟ 10 حتى اطلع من ثلاث شغلات، السي او 2 يفلت من قدي واسوي اكسسيف فنتليشن. حتى ما اسوي اكسسيف فنتليشن اعطي هواء هواي، اعطي نفس، يعني انا اوقف هيك وحاط التيوب 1 2 3 4 5 6 مشي. ما لي حاجه هم يسوون، يسووا له سي بي ار، فاتحين له عمليه، يدورون برجليه، يشدوا له كانولا، ما لي حاجه. انا اعطي هواء كل 6 ثواني، لان هذا التيوب والهواء دا يوصل. من اسوي نفسي هواي هذا اكسسيف فنتليشن، اسوي له اكسجين توكسيسيتي. فاني اطلع من هالخانه، اوكي؟ الروسك ريتيرن اوف سبونتينيوس سيركوليشن، رجع البيشنت الك. بالمحاضره اللي فاتت عرفت البيشنت الواقع بالشارع، شلون اعرفه عاش؟ يرجع النبض ويرجع الضغط ويتغير لون جلده ويقوم ستراجل موفمنت يرمي. هنا شلون يرجع؟ بالز وبلد برجر. ايش صعد عندك؟ شوف عليه من الثاني. انكريز اوف سي او 2، من صعد السي او 2 هواي يعني بلش يتنفس. بعد رجع لك الارتيريال باعتبارها شادله ارتيريال الان اللي هو الانترا ارتيريال مونيتورنج. اوكي؟ هنا يا شباب؟ اكو سؤال عليين؟ 6 أتشات وستيات. حتى واحد سألني بالساعة قال شنو الأتشات والتيات؟ يعني 6 حرف أتش يبلشن و6 حرف تي يبلشن. ذني لازم أنا سبعتهم ريفيرسبل كوز، ذني لازم تعكس عملهم. أبو الهايبوثيرميا تصعد درجة حرارته، أبو الهايبوفوليميا تزود الفوليوم، أبو الهايبوغلاسيميا تصعد السكر مالته، الهايبوكاليميا تصعد، الهايبركاليميا تنزله، هيج تعكس عملهم ذني كلهم. اوكي؟ هسه انا خلصت ذني. راح نجي نسولف على هاي. حتى امثل لك اياها بشكل دقيق. من تفوت للمضيف الولد يعرفوها اكثر. اذا سلمت من اليمنى طبيعي. اذا سلمت من اليسرى تندفع. هذا حكي غلط. من تيجي تشرب قهوه يصب لك. إذا ما هزيته يظل يدير لك، يظل يدير لك. هذا شو نسميه احنا؟ نسميه بروتوكول. بالعربي نسميه عرف. نسميه سنينة، هيك هاي أسماء العرب. بينما احنا شو نسميه؟ نسميه رذم. إيقاع. سيكونس. شيء يجي ورا شيء. أي خطأ من اللي سويته يا إما تعيد من البداية يا إما يرجع لك بوقته. يعني أنت من سلمت من اليمنى من اليسرى وهي يمنى تندفر، رجع لك بوقتها، نفسه هنا من تغلط بمكان ترجع لك من البدايه. او مباشره يرسم قلب. لازم تسلسل، تمشي واحده ورا الاخرى. حتى نعرف التسلسل ركزوا وياه، الشغله حيل بسيطه وما فيها تعقيد. تشوفوها مهزله قدامكم بس هي ما فيها تعقيد. هسه انا راح اسوي لكم محاكاه انه اني بلش اجاني وقع هنا قدامي. واحد راح اسوي له سي بي ار. اجاني فارغ كل شيء ما عنده. وقع راح اسوي له سي بي ار. راكارديك ارست، ايش بلشت؟ سي بي ار. وراها شطيت. وراها شديت عليه من؟ على المونيتور. حتى اشوف الاي سي جي. شيكت هذا الرذم مالته شوكابل لو مو شوكابل. راح اروح وياه سيناريو انه مو شوكابل. يعني يا اسيستول يا بالستس الكتريكال اكتيفيتي، دول الناس اللي ما اقدر اسعقهم. قال لك مباشره ايش تنطي؟ ابنفرين قبل انطي ادرينالين. از سون از باسبل، اسرع اسرع ما يمكن تسوي. وراها ايش تقول؟ سي بي ار، اشد له كانيولا، احضر الادرينالين اللي عندي، اشد له الكابنوغراف حتى اشوف السي او 2. شيكت ماكو سي بي ار، اروح بهذا السايد ماكو سي بي ار، وتريد ريفيرسبل، وارجع هيك وارجع هيك. الان يجي النبض وارجع هيك، اظل افتر بهذا السايكل. وصلت مرحله من المراحل رجع النبض مالته. يعني من طلع لك يا في تي يا في اف، كسوي شوك سي بي ار، والاي في مالتي موجوده، شيكت شوك سي بي ار، ادرينالين واكو كابنوغراف موجوده، سي بي ار اميودارون طلع لي هسه. يعني هسه من طلع لي سي بي ار ادرينالين، سي بي ار اميودارون، سي بي ار ادرينالين، اظل اراوح بيناتهم. وين ارجع النوم؟ وارجع وارجع واظل اترب هذا. طفل مريض جت هنا، اشتغل مريض جت هنا. هسه ناخذها هنا اوضح عليكم. فهمتوا شباب هاي الفكره، هاي القصه؟ قوم خليه نشرحها هنا. اللي هن حرف الاي وحرف البي. الايروي شباب وياي، هذا الايروي. انا اسوي اوبن واسوي مينتين واسوي بروتكت. افتح الهواء واحافظ عليه واحميه. البريثنج راح احط نفس كلش قد؟ بعد 10 بير منت. وراح الادفانس ايروي ليش اتاكده؟ ساتوريشن قد لازم يكون؟ نجي نسولف على التشيك مالتي، مال السيركوليشن سي. حجيك السيستوليك بلاد بريشر، هذا المهم. من يقول لك 180 على 90 شنو معناه؟ 18 على 9. هذا العالي وهذا الواطي، هذا السيستوليك وهذا الدايستوليك. هذا يهمني، يقول لك كون يبقى اعلى من 90، اعلى من 9. والمين ارتيور بريشر اعلى من 65. تطي فلويد بلص دفعه واحده من الفلويد من 1 ل 2 لتر حتى تخلص من الهايبوفوليميا. هايبوغلاسيميا ما يطلع بالرنجر، هايبوغلاسيميا. هايبوغلاسيميا يطلع بالجلوكوز، اخلص منه. الرنجر ما يسوي، الرنجر حتى يدين من الفلويد. الرنجر شباب، الرنجر شباب اكثر، الرنجر يفيدني بالضغط، اكثر كريستالويد اللي هو اكثر مغذي يبقى بالفاسكولار ما يطلع فيصعدني. فانا يفيدني من اقول له اعطيني باينت، يعني اعطيني مغذي، ما اقول له اعطيني مغذي ابو ال 500، هي اعطيني واحد باينت نورمال سلايم، او اعطيني باينت، باينت مغذي، 2 باينت 2 مغذيين، 4 باينت 4 مغذيات على 2 لتر. راح اقول لك كول سلاين تو انتديوس تريتمنت ثيرابيوتيك مانجمنت ات ليست 24 ساعه جايه. ليش اعطي كول سلاين؟ ليش اعطي مغذي بارد للبيشنت؟ يلا ليش اعطي مغذي اي خفض الحراره مال الجسم؟ ليش اخفض حراره الجسم؟ هو هذا مسخن، خب حط كمادات، فكره حلوه بس مو غاليه. ليش اعطي كول سناين؟ اني ليش ابرد الجسم؟ هذا اسهل السؤال. ليش ابرد الجسم؟ كان يركض هو؟ قليل النبض؟ لا، هو يريد نبض يصعد، انا محتاج النبض. اني ليش؟ بازو كونتراكشن صحيح، بس مو هذا اللي يهتم. يعني نعطي ادرينالين ونورابينفرين ودوبامين، ولا جايين كلهم بازو بريستيك. ها راح نربطها ربطه سريعه بشغله انا حاشيكم اياها. جيكم يابا من تنقطهم ايد واحد او اصبعه اشيله وين اخليه؟ بثلج، ما اخليه بماي حار، مع العلم الماي حار معقم. بس اخليه بثلج. ليش؟ يحفظ شلون الثلاجه مال الموتى بارد حتى يحفظ الخلايا حتى السيان، يحفظ الانسجه. ليش؟ انا اخليه بالثلج. دكتور يحيى هو هذا عوامل التخثر تسقط بالبروده. من يبرد الجسم بعد ما يخثر، فهو اصلا دمه يابس، كان يابس واقف مخثر، وانا جاي سويت له CPR شغلته، فشنو اتوقع؟ راح تصير خثره. فاعطيه ماي بارد حتى شنو؟ حتى عوامل التخثر ما تشتغل تسوي خثره. اشد من المايوكارديال انفاركشن، احتشاء عضلات القلب او الانجينا بكتوراليس او الذبحه. شطي اعطي كولد سلاين مغذي بارد. فلهذا احنا شو نسميه؟ نكتورنال كولدنج، تبريد خلال الليل. احنا عندنا مسجله حالات انا قلت لهم الساعه ما اقدر اربطها اسلاميه بس هم رابطيها وجوزيه من رب العالمين، انه ورا الساعه ورا اذان الصبح 60 الى 80% من حالات الاصابه بالجلطه هنا ورا صلاه الصبح. فلهذا يقول لك يابا الرجال الكبير عندكم قاعده صلاه الصبح لانه احتمال ينجرط. فلهذا احنا بالICU ممكن انت قاعد تحسب الساعه بالاربعه 45 دقيقه راح يأذن وتبلش تعيط. اكثر من واحد يضرب جلطه. شلون؟ اول ترايق فيهم. فلهذا هو احنا نسميه ST Elevation. هسه نسولف عليه. هاي البينيال جلاند هي رب العالمين بعد انا ما اقدر احكم هذا الموضوع، انا مو قد اللي حد شو رب العالمين. بس البينيال جلاند الغده النخاميه تسحب الكورتيزول وتنزل الانسولين باعتبار بلش اليوم الجديد. بهاي الحركه الدي في تي تتحرك. الديب فين ثرومبوسس، الخطره داخل تتحرك لان السيركوليشن بلش عيد انشقاق. هاي ما تتحرك تضرب لك القلب. ما اقدر احكم بهذا الموضوع. فاني اخاف من هاي الساعه. بعد راح اعطي نور ابنفرين، وابنفرين ودوبامين، ذني هرمونات جسمك السلبثاويات. ذني خطرات يسوي لي فازو برسر يضيق لي الاوعيه. راح اعطي واحد 0.1 الى 0.5 MCG مايكروغرام لكل كيلو انفيوجن، او اعطي ابنفرين 2 الى 10 MCG انفيوجن، او الدوبامين 5 الى 20 MCG. اربطه على الECG على طول الوقت شباب وياي حتى اخلص من هاي. ST EMI سامعين بيها هاي؟ سامعين هذا المصطلح؟ اخطر مصطلح ممكن تسمعه، اخطر مصطلح ممكن تسمعه يسمونه موست كريتيكال ساين. من تفتح الشريط مال الECG وتشوفه هاي مصيبه اللي هو ST. ها شباب شوفوا حتى ST سيجمنت S وهذا التي، هاي الانتقاله ST سيجمنت نسولف عليها. ST Elevation Myocardial Infarction تطلع لك هيجي PQRS. ليش تطلع لك هذا الS وهذا التي؟ صعد هذا اللاين، من صعد هذا مثلا واحد صديق قاعد بالطوارئ وقال لك شو كتفي خدل واصابع ايدي قاموا وجعني اطرافي واحس قامت تلعب نفسي. يا تعال خربت لك ICG تبعتك صغير، شنو الحكي هذا؟ ربطت على الECG وطلعت لك هاي الموجه. من شفت هاي يعني عندنا شيء اسمه مايوكارديال انفاركشن ايفنت، حفله ما تجلط عندها هسه حاليا، قلبه يتجلط فتلحقه بهيبارين. هذا وعندك هاي PQRS وهاي حركه، هاي اسمه ديبرجن. هذا يصير بسبب البوتاسيوم وهذا يصير بسبب الجلطه، اثنيناتهم تجلط. هذا حفره وهذا بسبب البوتاسيوم نزل. فانا اربطه اذا طلعت عندي هاي ادزها لمن؟ للقسطره قبل مباشره. هسه راح نشوف السلايد الاخير انه انا شلون احافظ على بيشنت. انا رجع له بوسك، رجع البيشنت عاش، احافظ عليه انه اخلي الساتوريشن مالتي 94 99، ما اشد له كانولا شاد له، اذا ما حطيت له كانولا احط له كانولا استابلش IV، اعالج الضغط مالته اذا نازل شلون اعالجه؟ 1 الى 2 لتر نورموسلاين، ابنفرين، نور ابنفرين، هذا الدوبامين. اعالج اتشات وستيات اذا طلعت لي، اجي اشوف امشي هايبوثرميا حتى اخاف من الجلطه، واحطه على الاي سي جي حتى اشوف هاي اس تي ام اي. اذا طلعت عندك يس وانا دزه للقسطره، طلعت عندك نو وانا وديت توصل. هاي الرذم تمشي عليه. دكتور زين احنا ليش ما قطنا الكولد ما يباردونا؟ ليش ما قطنا هيبارين قبل؟ هيبارين، الهيبارين ذاك تعطيك دراج، احنا سميناه ثيرابيوتيك مانجمنت، نوع من انواع المعالجه المسانده. من وياه هو يعني افضل، ليش نعطي هيبارين؟ مو افضل ابد، هيبارين اذا قلت جرعه مالته يخثر، بالعكس يشتغل ضده. يعني هو مو علاج حتى شباب. هاي سالفه مال سعوله حد العتبه، سامعين حد العتبه؟ العتبه مالتكم شلون اقول لكم اياها؟ سعوله فري شولد، فري شولد من تيجي تاخذ ديازبام فاليوم وسنك مكسور يزيد لك احساسك بالالم مرتين. يعني انت مو تحسس بالالم من تضرب الفاليوم وتحس بالالم مرتين. يعني شنو تربل؟ بسهوله حد العتبه الفري شو 0.5 للاتروبين يوقع الدم. احنا مو نستخدمه حتى صعد النبض، مو صحيح؟ الاتروبين مو صعد النبض، اذا اعطيه 0.5 يوقع النبض. ولهذا راح تشوفوها ان شاء الله، خلوا هاي المعلومه بالكم. من يقول لك هذا النبض وصل 60 اعطيه اتروبين، سحب الواحد ملي جرام، اجي اعطيني ايدك الطاهيات تتبوع على المونتر، هو 60 نزل 40، اشتغل حد العتبه مالته، صعد الدوز مالته علقني ما شاء الله. العتبه حد العتبه المهم تعرفه. بالنسبه للهيبارين اذا بلش حد العتبه يخثر، لانه اصلا هو مخثر، من تطلع ضعفه يشتغل عكسه، يقوم يموع الدم. فانا ما اعطي اتروبين، اعطي هيبارين بلش فيه، اكمل مالته العلاجات كلها، يلا بلش هيبارين. كل سؤال مع الشباب؟ يلا.